أتاهم الموج وهم يرقصون، أمواج المحيط الهائلة تفسد حفل زفاف في هاواي وتفاجئ الضيوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية بنذكركم بالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. أمواج هائلة تفسد حفل زفاف في هاواي وتفاجئ الضيوف. أفسدت أمواج هائلة حفل زفاف أقيم في الهواء الطلق على أحد شواطئ المحيط في جزيرة هاواي الأمريكية. تعرض الضيوف أثناء الحفل للبلل عندما وصلت موجات مائية عالية رافقتها عاصفة استوائية إلى الشاطئ، لكن تم الإبلاغ عن سلامتهم جميعا. تضررت بعض المنازل والشركات والطرق عبر المجتمعات المطلة على المحيط في جزيرة هاواي جراء هذه الأمواج المرتفعة. سبحان الله العظيم وبحمده، شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله.